كارميل دلكيم بانهالات مجيد محرز حلبي كفيشو كيف داليا 24 ساعات بيمامة. المفروض يكون معنا دكتور أكرم حسون رئيس البلدية، ولكن للأسف احنا ندعو الدكتور ثابت أبو راس محاضر في جامعة بن غوريون. وجيك أيوب احكي لي عن اليوم. موضوع اليوم الدراسي هذا في موضوع التخطيط والمسكن والأرض، وجاء على خلفية النقاش الدائر بيننا وبين أنفسنا. وقد قامت الجمعية في الاتصال مع المركز العربي للتخطيط البديل، وطلبت منه البحث، يعني إجراء بحث حول هذا الموضوع لكي ننهي النقاش في داخلنا، ولكي نعرف أين نحن موجودين، وكيف ممكن من خلال وجودنا ونعرف وين وجودنا إحنا نعرف شو إحنا طلباتنا للمؤسسي. فأنا حسب رأيي اليوم احتدم النقاش، انتهى النقاش بيناتنا. إحنا شايفين بحث أكاديمي، بحث على مستوى عالي، لم يجرى هذا البحث منذ 1948 حتى اليوم، ونحن نعرف جيدا ما هو إذا ثلثين الأراضي اليوم اللي كانت للطائفة الدرزية أو للقرى المعروفية الدرزية اليوم هي أراضي مش موجودة معها. فمنشان هيك احنا بنعرف وين احنا موجودين، واحنا بنعرف شو هي المطالب تبعنا. ثاني اشي عندنا مشاكل كبيرة بالنسبة للزوج الشابي والشباب اللي مش رايحين لاقين ارض، والارض فقط من اجل المسكن. وعلى الحكومة وعلى دولة اسرائيل ان تعطي هؤلاء الشباب اماكن للسكن لكي يقيموا عائلات هناك، ولكي يعطوهم مساعدات. فنحن او احنا مواطنين او احنا مش مواطنين في هذه الدولة. فمن هذا المنطلق اجرينا هذا اليوم الدراسي، ومن هذا المنطلق دعونا اعضاء كنيسة ورجال اكاديميا ورؤساء سلطات محلية وغيرها. للأسف الشديد هنالك بعض رؤساء السلطات الذين لم يستجيبوا لدعوتنا، مع انه كان هذا بالامر بالتنسيق معهم. فهذا مما يدل على مدى تعاونهم مع الجمعيات الاهلية حول قضايا مصيرية مهمة جدا في قرانا. المشايخ الأعزاء، إخوان على المنصة، السيدات والسادة، تحية ومساء الخير. الحقيقة يعني هي سأكتفي فقط بتحية قصيرة، لأنه أنا أيضا عندي التزامات كثيرة، ويعني سأقصر جدا في حديثي لأني سأغادر، يعني باعتقادي أني بدي أغادر، ما في له حق قد يطول بالحديث. أولا تصحيح، أنا يعني في الدعوة لهذا الاجتماع أو لهذه الندوة كتب أني رئيس المركز العربي للتخطيط البديل. أنا لست رئيس المركز العربي للتخطيط البديل الآن، كنت سابقا، وأنا أعتز طبعا أنه في قيادة جديدة للمركز العربي للتخطيط البديل وباستطاعتها أن تقوم بأعمال وبنشاطات وبدراسات، وهي منفتحة إلى كل الاتجاهات وإلى كل المؤسسات للتعاون معها في متابعة قضايا الأرض والتخطيط. طبعا الدراسة التي أعدت هي يعني تقول بكل وضوح وبكل صراحة وبدون أي لبس ما هي القصة الحقيقية لأراضي البلدات العربية الدرزية، أو كما أصطلح على تسميتها في النشرة، البلدات المعروفية. القصة واضحة جدا، وأعمل في هذه الأراضي سيف المصادرة والسلخ، وحتى وصلت الأمور إلى ما وصلنا عليه اليوم. مش عيب، ما هو واقع، يعني احنا نستحي فيها هاي الامور، يعني بنكذب؟ هو بقولها بس يعني يا بديرها على اللي قبله وتصليحها على اللي بعده. هو ما قصدوش، هو يعني نايس بيبسم وهويتين على الكتف ونحل الموضوع. مش نزعل الخواتم، يزعل الخواتم يا عمي. ايوه، فانا يعني انا اقول انه من واجبنا
من واجب قياداتنا كلها، ليس فقط في السلطات المحلية وإنما قياداتنا الاجتماعية والدينية، أن تقول هذه الكلمة وهذا الموقف في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح وباللهجة الصحيحة. لوب يهودي، لوب يهودي ممنوع يطول سنتي من أرض الدولة، وهي أرض الدولة منين أصلها؟ مننا. فهنا ما في لحية مشطة يعني عندهم الجماعة، الجماعة كلهم بالنسبة لهم إحنا لو يهودين، فعلى اللو يهودين أن يتوحدوا في هذا النضال وأن يظهروا لهذه وأن يتصدوا لسياسة الحكومة وأن يصروا على أن يحصلوا على حقهم كاملا في هذا المجال. خبرك الناس شكيب شنان عرفته زي يوم عيون بنوسه افكاتك الكركعوت بيشوفين مدروزين שמستمخ على محكار شنسع لدى قريب لهم بيد المركز لتخلون خلفي للمجزر العربي. انا خايف ش يوم عيون يوم خشوب مؤد صار لي شي كموت المشتتفين بو هيتك سنه وعنده هي بره. מבחינתי יש לעמול לאיחוד של כל הכוחות שפועלים בעניין ולעשות את כל המוטל עלינו תוך כדי הבנה שאנחנו רוצים בהמשך הדו-קיום עם העם היהודי במדינת ישראל. למרות הכאב שבגזלת האדמות אנחנו צריכים לעשות הכל שזה ייפסק. חלק גדול מאוד של המחקר שלי מסתכל על קרקעות ותכנון בראייה השוואתית, להשוות בין מדינות שונות בעולם. אני גם ייסדתי ארגון אקדמי בינלאומי חדש, הוא נוסד בהולנד לפני שנה וחצי ואני נבחרתי כנשיאה, באנגלית קוראים לזה International Academic Association on Planning, Law and Property Rights. זה ארגון אקדמי בלבד. למה אני מספרת את זה? כי לא היה מספיק ידע אקדמי ואין עדיין באוניברסיטאות להבין את הנושאים שכל כך חשובים לכם ולי. זאת אומרת, כולם מתלבטים בשאלה מהו תכנון טוב. בהרבה מדינות גם מתלבטים בשאלות שאתם מתעסקים בהן, איך מיישבים בין זכויות ומקרקעין, זכויות פרטיות, לבין תכנון ציבורי. ראיס אל-מג'לס السابق الاستاذ فهمي حلبي. لا شك انه اليوم الدراسي عن قضيه الارض على اثر الدراسة العلمية لإقامته المركز العربي للتخطيط البلدي بعتقد مهم جدا. اليوم خلال هذا اليوم أنا بعتقد أنه المواطن مدينة الكرمل في الدولة الأسبية عارف كثير معلومات. بقدر أقول لك أنا كرئيس الجمعية الشعبية للدفاع عن كان عندنا هناك 299 ممنوع من نقاش او صدام كبير جدا مع رئيس البلديه ومع اخرين على مصداقيه المعلومات المنقوله. احنا قلنا كل وقت انه هناك في مصادره لاراضينا في ام الشقة في الزراعه في جلمي والمنصوره والاخرين شو كانوا يقولوا؟ لم يصادر ولا اي شيء لواحد من اراضينا اللي بقول صدر ارض يجي لعنا. اليوم في عندك مستند علمي واضح بقول لك انه من ذات الكرمل ومن كل القرى الدرزيه صدر من قيام الدوله لحد اليوم 75% من اراضينا.